السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحده الحلوه جديده بالجبن وبالعسل، كتجي معسله. قبل ما نبداو هذه الوصفه كنبغي نقدم الشكر ديالي لجميع المتتبعين او المتتبعات ديال قناه كوكتيل شانيل بمناسبه وصولها ل 100000 ابوني. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم، وكذلك يعني لي كومونتير اللي كتصيفطوا، فكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وكنتمنى الوصفات اللي كنقدم لكم يكونوا كيجيكم زعما في المتناول ديالكم، ويعني تكونوا كتجربوهم وكيعجبوكم. واي استفسار او اي وصفات بغيتوني نقدم لكم يعني تطلبوهم لي، وانا ان شاء الله غادي ننفذهم لكم. وكنشكركم مره اخرى، ودابا ان شاء الله نبدا لكم في الوصفه ديال اليوم. بالنسبه للحلوه ديال اليوم راه زوينه وسهله وكتعجب الصغار والكبير، غير هي واحد يعني كتسقى بالعسل، كتجي زوينه بزاف ما فيهاش البيض. غادي نديروا فيها 125 غرام ديال الزبده، فيها جوج معالق ديال السكر سنيده. الا ما عندكمش، الا بغيتوا ديروا السكر كلاصي ديروه، المهم جوج معالق سواء ديال السكر سنيده سواء ديال السكر كلاصي. غادي ندير 4 ديال القطع ديال الجبن. دابا غادي نضيف لهذا الشيء واحد 5 ديال الفاني ونخلط هاد 4 د العناصر. دابا هنا ضفنا واحد جوج معالق كبار ديال النشا يعني مايزينا، وغادي نخلطهم معاهم. غيبقى لنا غير الدقيق والخميره صافي. دابا غادي نضيف نص خماره يعني 4 غرام ديال خميره الحلويات، والدقيق كيبقى حسب الخليط يعني حتى كتحصلوا على واحد العجينه اللي تبقى لكم رطبه. فوالا البنات، هنا من بعد ما جمعناها من الدقيق كما شفتوا صافي كتبقى لكم هكا يعني القوام ديالها يبقى رطب، ما تقصحوهاش بالدقيق. دابا غنبداو نشكلوها. الشكل ديالها يعني التشكيل ديالها غادي نديروها على شكل غريبات، يعني غادي نديروها كورات وكنبسطوها شويه باليد ديالنا حيت هي مازال كتنفخ شويه. غادي نعمر لاطا كامله وندخلوها الطيب على 180 درجه، وعاد نرجع معكم باش نوريكم الطريقه ديال الزين ديالها. بالنسبه للزينه البنات، غادي ناخذوا العسل، واحد الكميه ديال العسل تقريبا واحد 4 معالق كبار، غنديروا واحد الكاسرونه باش يدفاو. وغادي نحتاجوا واحد شويه ديال الفيتيل، هاد الرقائق اللي كيكونوا مقرمشين راهم كيتباعوا، وشويه ديال الشكلاط هذا ديال اللي كيكون على شكل سبافات. كما شفتوا بعد ما كندفيو العسل صافي كندوزو الحلوه ديالنا في العسل، كنغطسوها مزيان وندوزوها نفندوها في الفيتين ديالنا صافي. كما شفتوا كدوزوها في الفيتين وكديروا واحد شويه ديال العسل كتلصقوا به دوك الصديفات ديال الشكلاط، او ديروا واحد شويه ديال الشكلاط الذايب اللي عندكم. المهم راه كتلصق دوك طريفات الشكلاط كيجيو غير باش ديكوريهم وصافي، يعني اختياريين صافي. غادي نستمر نصاوبهم كاملين ونشوفكم طبق التقديم. الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا صافي كتخليوها حتى كتشرب مزيان داك العسل، وكتجمعوها في واحد البواطه، كتجي زوينه بزاف الصراحه. غير هي واحد الحاجه ملي تكونوا كطيبوها من التحت حداو معاها راه دغيا كطيب من التحت، يعني تقدر تخليوها يعني تاخذ وقتها، لازم تحضيوها من التحت لان من التحت تقدر تحرق لكم، لان الفرماج دغيا كيشد العافيه. هزوها شويه على يعني على الطبقه اللي كيكون فيها العافيه باش تطيب لكم على خاطرها، وتجيكم غير محمره شويه ما تجيكمش محروقه، راه دغيا كطيب كتجي زوينه بزاف. غادي نفرق لكم حيت تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كما شفتوا البنات قد ما كتشرب داك العسل راه كتجي ها نتوما رطبه بزاف وهشيشه. ها نتوما انا فرتتها قدامكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم، وكنشكركم مره اخرى ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. بسلام عليكم.